بالنسبه للسنه الثانيه، يعني الطفل اللي كنت كنطوروا ليه باش تجربوها، كتبوا كلكم بعينيكم بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا واش خطرتي تكتبها، خرجتيها من راسك وشتيها. الا قلت لك عطيها لي بالاحرف تقدر تعطيها لي بالاحرف، ياك؟ اذا هذاك الشيء اللي تنديروه ديال المخيله على الاطفال هنا، ليماجيناسيون، سي با ليماجيناسيون، سي لا تيرتيول. نجمة آيت ناصر، مديرة الأكاديمية الدولية للحساب الذهني، مركز كاري تشالنج أسفي. حنا اليوم كنمثلوا مدينة أسفي في مدينة الدار البيضاء في التظاهرة الوطنية اللي كتجمع المراكز كاملين ديال المغرب في الحساب الذهني. بالنسبة لنا هنايا هاد المشاركة كتكون عندنا كل سنة، كيكونوا فيها واحد الاجواء اللي هما زوينين. بالنسبه لهاد الوليدات اللي كيكونوا فائزين اللي كيقدروا يشاركوا في هاد التظاهره، هما وليدات اللي ديجا نجحوا في دي زولمبياد، كيكونوا انتغن في المراكز ديالنا داخل المراكز، عاد كيجيو لهنايا باش كيدوزوا هاد الاولمبياد، كتكون عندهم واحد 200 اوبيراسيون موان دو 30 مينوت. بالنسبه لهاد التظاهره هذه كيسهر عليها الحاج محمد دريسي يحيوي رئيس الاكاديميه الدوليه للحساب الديني. الاهداف اللي كنبغيو الوليدات يستافدوا منهم في هاد لو تورنوا هادي هو ليفاي لا كاباسيتي دو كونسونطراسيون، لاميليوراسيون بيان دو كاباسيتي دو كونسونطراسيون. كنعلموهم كيفاش كيوليو يدوزوا امتحانات تحت الضغط، وكيتهيئوا حتى الامتحانات سيرتو بالنسبه للوليدات اللي ما عمرهم دوزوا لي زيكزام، بحال الوليدات اللي كيكونوا موان دو 12 ans، يعني باقي ما دوزوش السادس، باقي ما دوزوش التاسع. دونك بحال كنهيئوا امتحانات ما كيوليش الوليد حتى يخاف بعدا من الامتحان، دونك وكنعلموه حتى يولي يدوز الامتحان سو بريسيون، يعني ما كيبقاش عنده هذا المشكل. هذا حويجات، وهادو حويجات اللي داخلين عندنا حنايا في الاهداف ديال البرنامج، حيت كما كتعرفوا بالنسبه للاكاديمي ديالنا حنايا هي كتعتمد على لو بي دي ام، ستادير بروغرام دو ديفلوبمون مونتال، اللي كيعتمد على ديفلوبمون بيان لاميليوراسيون دي كومبيتونس، يعني الكفاءات الكثيره اللي كاينين عند الوليدات، يعني الكفاءات السمعيه، البصريه، التحليليه، التخيليه، اللي كتوصلنا بيان سور لا كونسونطراسيون. كيعلمهم لا كونفيونس اون سوا، تيعلمهم بيان لاميليوراسيون او نيفو سكولير، وهذا الشيء كامل كيكون تحت واحد لا تكنيك اللي كتعتمدها الاكاديميه خاصه بها، اللي هي لو نوروجيم في لو كالكول مونتال، او كما يسمى بالرياضه الذهنيه. هذا الشيء كامل كيشرف عليه رئيس الاكاديميه، وكيكونوا الاساتذه اللي كيكونوا كيقراو عندنا هما اساتذه معتمدين من الاكاديمي، كتكون عندهم عامين ديال التكوين، سنتين من التكوين. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.